علي بس ماشي نحن ماشي في الشارع نزل الدار وشوف ناس يشوف حبيب أربع صواريخ نزل على البنت هذه بقول لك ضربنا هدف جامد. وين الهدف الجامد؟ روحت جبت سويت الغلب القهوة وهودت صارت لهواية. والله ماشي في الشارع يا خير والله ما انا فينا ايش ماشي في الشارع انا ابني شلت علي ابني ماشي نحن ماشي في الشارع نزل الدار وشوف ناس يشوف حبيب رمضة غمان وبعدين صحينا ابني هو ما يفش مع ابني انا ابني راح فينا شلت علي ابني اخويا بروح وحدي احنا توب يا الله توب والله روح وحدي انا حسيت فيه احنا روح وحدي والله يبا اجت فينا يبا اجت فينا يبا احنا روح وحدي يبا ضربنا هدف هاي الهدف شفتوا الهدف هاي الهدف اربع صواريخ نزل على البنت هذه بقول لك ضربنا هدف جامد. وين الهدف الجامد؟ اغتيالنا هذا هاي نغتالها اسبوع بالضبط صار مولوده اسبوع بالضبط اليوم كملت اسبوع حسبي الله ونعم الوكيل. والله انا قاعد انا وعمي وابويا واخوي الله يرحمه قاعدين ابويا قال لي يابا روح سوي غلات قهوه تعال انت وهنا انا عمك قاعدها استنيت في دار قدامنا دار مش فيها حاجة نفس الشارع أمي قبلها دغري رحت جبت سويت الغلب القهوة وهودت صارت لهواية وجبنا أبوي يرجع خربان أخوي استشهى